بخصوص اللي فات يعني الدبلوماسيه والخارجيه وكذا ومن هنا وهذه الدوله واش غديروا مع هذو جميع الملفات الدبلوماسيه حينما تتم مباشرتها كيخرج السيد وزير الخارجيه اما بتصريح اما بتعليق اما يعني بندوه صحفيه كما كان اخر مره فاش يعني تم المصادقه على القرار ديال مجلس الامن. فهذه امور يعني التواصل فيها سهل. لكن بخصوص الانبوب ديال الغاز انا نبغي ناكد جوج ديال العناصر الاساسيه في هذا الموضوع هذا. اولا الغاز اللي كان كيتخاذ من هذا الانبوب هذا ما كانش يوجه الى الاستعمالات ديال 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 ديال, ديال المواطنين، كان كيمشي في جزء منه لانتاج الكهرباء. اليوم ما كاين حتى شي تاثير على انتاج الكهرباء في بلادنا، والدليل انه الان حنا اليوم كنعرفوا بانه ما توقفش الحمد لله انتاج الكهرباء في بلادنا، بل على العكس من ذلك. ثانيا واللي مهم جدا هو انه ما غاديش يعرف سعر الكهرباء ولو زياده كيف ما كان النوع ديالها. اذا هاد جوج ديال المعطيات مهمه جدا يجب ان نحتفظ بهم، لان التاثير ديال هذاك الوقف هو تاثير ضئيل جدا ان لم اقل منعدم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.